من هدي رب الكون ذي الرحمة، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم وقفات. حديثنا بعنوان مسائل في البلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم كل بلاء. هذه مسائل فيما يتعلق بالبلاء، والبلاء قد يصيب الإنسان في نفسه، وقد يصيب في ولده وأهله. البلاء قد يكون على أشخاص، وقد يكون على جماعات، وقد يكون على أمم، كالحال في مثل هذه الأيام، هذا البلاء العظيم وهذه الجائحة التي اجتاحت بلدان العالم، هذا من البلاء. لكن حديثي ليس محصور في هذا البلاء، أي في جائحة كورونا، لا، حديثي عن البلاء بشكل عام، ويتناول هذه المسائل بشكل عام، وجعلت لذلك مسائل أحاول جاهدا خلال هذه الدقائق أن آتي عليها مجتمعة. المسألة الأولى، وهي من المسائل المهمة التي نؤسس عليها ما بعدها من المسائل، أن البلاء سنة من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه، لا يستثنى أحد من البلاء، يعني ما يمكن أن يستثنى أحد من البلاء. والدليل أنك حينما تقرأ في سير الرسل والأنبياء والصالحين تجد أنهم تعرضوا لأنواع من البلاء، بلاء في النفس، بلاء في المال، بلاء في الأهل، بلاء في المجتمع، وتنوع هذا البلاء. لكن العامل المشترك عند هؤلاء أنهم كلهم حينما وقع عليهم البلاء لجأوا إلى الله، لأنهم يعلمون أن البلاء سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه. وسأستعرض وإياكم موضع واحد فقط في كتاب الله، وإلا فهناك مواضع متعددة من الآيات في سور بشكل متكرر، وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنني سأكتفي بسورة واحدة، سورة الأنبياء، وأذكر فيها بعض الآيات التي تدلل على هذه المسألة. اسمعوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى. قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب عليه الصلاة والسلام نبي، وقع عليه البلاء فلجأ إلى الله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
ذكرى للعابدين. هذه سنة تتكرر، إذا وقع البلاء الجأ إلى الله. واستحضر هذا المقطع من هذه الآية: فاستجبنا له متى؟ حينما قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بعدها بآية يقول الله سبحانه وتعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وقع عليهم بلاء فصبروا واحتسبوا. قال الله: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ثالث: وذا النون، يعني يونس عليه الصلاة والسلام. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف يتكرر المشهد. قال الله: فاستجبنا له. لما قال ربي قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. آيات عجيبة يا أخواني أخواتي. وكذلك ننجي المؤمنين، يعني المؤمن إذا وقع عليه بلاء في نفسه، أي نوع من أنواع البلاء، لا ينحصر الذهن على البلاء لازم يكون مرض، لا، قد يكون البلاء هم، قد يكون البلاء كما قلت تبتلش لك بجار يذيك فتقول ربي، تقول يا الله يا رب. قد يكون البلاء في عملك، قد يكون في انحراف ولد عندك، قد يكون في غياب عزيز عليك، أو في غربة تعيشها أنت. قل كما قال هؤلاء الذين قال الله عنهم: وكذلك ننجي المؤمنين. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر يونس عليه الصلاة والسلام وزكريا: إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له. سبحان الله، نفس المشهد يتكرر، يقول ربي ويقول الله فاستجبنا له. عند البلاء قل ربي، لا تقول شيء آخر، قل ربي اكشف عني البلاء. فلنقل جميعا: ربي اكشف عنا البلاء، ربنا اكشف عنا البلاء. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن المسألة الأولى أن البلاء سنة من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه. رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وهو خير المرسلين وهو أعظم الخلق عند الله سبحانه وتعالى يبتلى بأنواع متعددة من البلاء، من ذلك يبتلى بالمرض. لما دخل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، يتألم من المرض وهو يوعك وعكا شديدا. قال: فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني المرض علي كالمرض على رجلين منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض
فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وهذا سأتحدث عنه بعد قليل بإذن الله، وهو ثمرات البلاء، وسأتحدث عنه بعد قليل. إذن المسألة الأولى، بلاء سنة من سنن الله في خلقه. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم وعن سائر المسلمين كل بلاء. فاصل ثم أتواصل معكم، فانتظروا. جئنا لنقطف زهر نور ينع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني وأخواتي من جديد، وحديث بعنوان مسائل في البلاء. تحدث عن المسألة الأولى، أن البلاء سنة من سنن الله في خلقه. المسألة الثانية، وهي المسألة التي يعتقدها المؤمن، لا يقع بلاء إلا بقدر الله وعلمه. يعني ما في شيء يقع خارج عن قدر الله أو خارج عن علمه سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه المصيبة التي وقعت في الأرض معلومة عند الله سبحانه وتعالى، ومكتوبة ومقدرة في كتاب، من قبل أن نبرأها، من قبل أن تحدث هذه المصيبة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هذه آية. الآية الثانية يقول سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ومن يؤمن بالله، يؤمن، تكون هذه عنده عقيدة راسخة أن ما يقع شيء في الأرض من هذه البلايا والمحن والفتن إلا بقدر الله سبحانه وتعالى وبعلمه. المسألة الثالثة، لا يغني حذر من قدر، والأخذ بالأسباب مطلوب شرعا. لا يغني حذر من قدر. إذا قدر الله تبارك وتعالى على العبد أن يصيبه شيئا ما، سيصيبه مهما حصن نفسه، لكن لا يعني هذا أنه لا يأخذ بالأسباب، لأن هناك من يرفض الأخذ بالأسباب ويحتج بنصف هذه المسألة، يقول: إذا الله كاتب عليه شيء بيصيبني. طيب خذ بالسبب، صح، هذا الشطر الأول صحيح، إذا كتب الله على ابن آدم شيء سيصيبه، لكن هذا المسلم الذي يعتقد بهذا الشطر من هذه المسألة لابد أن يعتقد بالشطر الآخر، وهو أن الأخذ بالأسباب المشروعة مطلوب شرعا. تقول: كيف؟ أقول: اسمع، قال الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه في مسألة أن الإنسان يعتقد أنه لا ينجي حذر من قدر، ولكن لما جلس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خلف النبي صلى الله عليه وسلم وردف، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرسخ هذا المفهوم عند هذا الصبي الصغير، مفهوم عقدي مهم لابد أن يرسخ في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا. قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال، الحديث المشهور: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ليش نسينا هذا الحديث؟ كم من الناس نسوا هذا الحديث، حديث تعلموه ودرسوه وآمنوا به في فترة من الفترات، عند البلاء يغفل الإنسان، يقول: لا لا لا، لا تغفل، واعلم أن الأمة
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لكن هذا لا يعني أنني ما أخذ بالأسباب. هذا الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، تدبروا إخواني وأخواتي، تدبروا هذا الدين الوسط الذي كله اعتدال ولا يصدم فطرة الإنسان. يأتي هذا الأعرابي عند ناقته، يقف عند باب المسجد، يقول: يا رسول الله، أرسل ناقتي وأتوكل أو أعقلها وأتوكل؟ أرسلها يعني ما أقيدها، العقال تربط بها رجل الناقة. قال: أو أعقلها وأتوكل. هو يعتقد الشطر الأول أنه لا ينجي حذر من قدر، قد يعقلها وتهرب أيضا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعقلها توكل، خذ بالأسباب المشروعة، ديننا هذا يأمرنا بذلك، الإسلام يأمرنا بذلك، خذ بالأسباب المشروعة. وقع بلاء وهذا دواء يرفع البلاء أو يمنع البلاء، خذه. وأنت تعتقد أنه لا ينجي حذر من قدر، فهذه العقيدة وهذه المسألة لابد أن تكون راسخة عند المسلم الموحد. قال أسامة ابن شريك: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. الشاهد، نبينا عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتداوي، ويعني هذا أن الإنسان يدفع البلاء بالأسباب المشروعة، أي نوع من أنواع البلاء. يعني ما يقول واحد: أنا والله من البلاء الذي وقع علي حالة فقر أو أي حالة يعيشها، يقال له: ادفع هذا بالأسباب المشروعة، ولا تجلس وتقول: اللي الله كاتب عليه يصير، واللي الله رازقني بيدي. لا، قم. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، قم إلي أمشي إليك. خذ بالأسباب المشروعة. المسألة الرابعة وهي في غاية الأهمية: ما من بلاء إلا للابتلاء، ما نزل بلاء على أحد إلا للابتلاء، يعني للامتحان. أنا ابتلى بشيء امتحن فيه، قد لا تبتلى أنت به، لكنك تبتلى بنوع آخر من البلاء تمتحن فيه. يمتحن دينك، يمتحن صبرك، يمتحن حلمك، يمتحن كرمك، يمتحن وفاؤك وعهدك. يقع البلاء ليمتحن الإنسان، أي نوع من أنواع البلاء. لهذا البلاء يظهر حقيقة الأشياء. قد يدعي الإنسان الصبر لكنه ينهزم عند أقرب بلاء وأقل بلاء. قد يدعي الإنسان الوفاء لكنه قد يبتلى فيظهر غدره وخيانته. قد يدعي الإنسان الولاء والحب لشخص ما أو لمجتمع أو لوطن فيبتلى
فيتظهر حقيقة تلك الدعوة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. الله يمتحننا بالبلاء، هذه الجائحة جائحة كورونا الله يمتحننا بها، يمتحن العالم، هذا العالم الذي أسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب والصدود والإلحاد. الله سبحانه وتعالى يمتحن، يمتحن المسلم، يمتحن هذا الإنسان الذي لا يزال في غيه وغوايته، هل يعود إلى رشده؟ تارك الصلاة هل يعود إلى صلاته؟ عاقل والديه هل يعود إلى بره لوالديه؟ هذا الذي يسرف على نفسه بتعاطي المخدرات وشرب الخمر هل يعود إلى رشده؟ هذا المفسد الذي يأخذ ليل نهار من أموال الناس ومن المال العام هل يعود إلى رشده؟ هذا فيروس صغير لا يكاد لا يرى إلا بأجهزة غاية في الدقة يفتك بالعالم، لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون، لعلهم يعودون إلى الله. فالبلاء للابتلاء. قال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبتلى الإنسان بالبلاء، وقد يكون البلاء هذا من الخير، قد يبتلى بالمال، قد يبتلى بالغنى، قد يبتلى بكثرة الولد. ونبلوكم بالشر والخير، بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الشاهد أن البلاء للبلاء. قبل أن نخرج في الفاصل اسمعوا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام. قال: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر. السراء هنا بلاء، الله ينظر هل يشكر هذا العبد ولا ما يشكر، يحمد الله ولا ما يحمد، يا خير وأنعم الله عليه، فإذا به ما يعترف بفضل الله، يقول هذا والله كله بعرق جبيني، هذا بتعبي، هذا بكدي، هذا يعني ذكائي وحرفتي ومهنتي، ولا يذكر الله. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هذا أيضا مسألة من المسائل المهمة في البلاء، وهي أن البلاء للابتلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيني وإياكم وكل مسلم من كل بلاء. إلى نخرج في فاصل ثم نواصل معكم، فانتظروا. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديث بعنوان مسائل في البلاء. المسألة الخامسة: البلاء سبب لتكفير السيئات وسبب لكسب الحسنات، وذلك عند الصبر والاحتساب. أي بلاء يقع، أي بلاء يقع، أنا متأكد الآن لو كان هذا الحديث الآن يصل إلى 5 أفراد في مجلس، ستجد أن كل واحد من هؤلاء 5 يعاني من بلاء خاص به، وهو يرى أن بلاءه أشد من بلاء غيره، ولا يلام في ذلك، فكل إنسان يرى مصيبته أكبر. أنا أقول للجميع: إذا صبر الإنسان واحتسب كتب الله له الدرجات العالية والحسنات الكثيرة، إذا تسخط وجزع لا يرتفع البلاء، لا يرتفع البلاء ويأثم على عدم صبره وجزعه
فالعاقل الراشد هو الذي يستثمر البلاء، يستثمره بتكفير السيئات ورفعة الدرجات وتحصيل الحسنات. قال صلى الله عليه وسلم، وأرجوكم إخواني تدبروا هذا الحديث العجيب، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة، طبعا الرجل والمرأة، إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة، يعني الله سبحانه وتعالى أراد لهذا العبد منزلة عالية في الجنة. قال: فما يبلغها بعمل، عملها قليل، عبادتها قليلة، فما يبلغها بعمل. قال عليه الصلاة والسلام: فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. رجل في آخر أيامه يبتلى شهرين، ثلاث شهور، أربع شهور ببلاء صعب ومتعب ومرهق ومؤلم، يتفكر يقول: لعلها منزلة ما بلغتها بعملي، أراد الله سبحانه وتعالى لي بهذا البلاء أن أرتقي إلى تلك المنزلة. شوف فضل الله سبحانه وتعالى على عبده. حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: لا يصيب المرأة المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله عنه به بها خطايا. الأشياء الحسية الشوكة، الأشياء المعنوية هذه الأربعة الأشياء: وصب، نصب، هم، حزن، غم. تصور أشياء معنوية، الغم الذي يصيب الإنسان يغتم لأي سبب من الأسباب، أمر دنيوي يغتم لأجله، نجاح ولد، مرض ولد، غياب عزيز، يهتم ويغتم ويحزن. يقول عليه الصلاة والسلام: إلا كفر الله عنه بها خطاياه. وكم نحن في حاجة إلى تكفير الخطايا والذنوب لكثرتها، ذنوبنا كثيرة، نسأل الله أن يعفو عنا. ويقول عليه الصلاة والسلام لما دخل على أم العلاء صحابية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. أبشري يا أم العلاء، وأنا أقول أبشري يا أم فلان، يا أم فلان، يا أم فلان، أبشري، ويا أبا فلان، يا أبا فلان، ويا أبا فلان، أبشروا جميعا، فإن الله سبحانه وتعالى جاعل من هذا المرض إذا صبر العبد واحتسب وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تشكى وما تسخط وما جزع وما قال كما يقول البعض: ليش يا ربي، ليش أنا، ليش ما صار حق فلان، ليش أنا سويت يا ربي، لا، هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. قل الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. من المسائل، وهي المسألة السادسة، لا يرفع البلاء إلا الله، لا يرفع البلاء إلا الله. لا بد أن تكون هذه المسألة ركن مهم في قلب العبد الموحد المؤمن، لا يرفع البلاء إلا الله، فلا يلجأ إلى غير الله أبدا. قال سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. هذا في سورة الأنعام. في سورة يونس يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله،
يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فإذا كان الذي يكشف البلوى هو الله فالمطلوب منا جميعا نقول يا الله يا الله، وتعج المجتمعات، كل المجتمعات تقول يا الله. أنا أستغرب من بعض الأخوة الذين يقضون الساعات الطوال على مواقع التواصل وفي المجالس وفي الأماكن التي يجتمعون فيها، يتكلمون في تحليلات عن المرض وعن اللقاحات وعن أشياء قد لا يستفيدون منها، وربما يتكلمون في تقصير الجهات المختصة، وقد أقول لو جعلنا الوقت الأكبر في أننا نقول يا الله، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا هذا البلاء. تعج المجتمعات بالنداء، ارتفع البلاء لأن الذي يرفع البلوى هو الله سبحانه وتعالى. المسألة قبل الأخيرة وهي المسألة السابعة، الذنوب والمعاصي سبب للبلاء. لا يكابر الواحد، يعني بعض الناس قد يكابر ويرد هذه المسألة، وأنا أستغرب من إنسان يرد هذه المسألة مع كثرة الآيات والأحاديث الدالة عليها أن الذنوب والمعاصي سبب الرئيس في وقوع البلاء، سواء كان هذا البلاء بلاء شخصي، بلاء يقع علي أنا، أو بلاء يقع على أسرتي، أو يقع على مجتمعي، أو يقع على الأمة. اقرأ في كتاب الله ستجد ذلك، من ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله يريدنا أن نرجع، ترى هذه الجائحة، جائحة كورونا، الله يريد من الأمة أن تعود. اللي ما يصلي يصلي، اللي يأكل ربا يتوقف، الذي يشرب الخمر يعود إلى رشده ويترك الخمر، الواقع في الفواحش والمنكرات ينتبه لنفسه. الله يريدنا أن نرجع، نرجع إليه، ما نرجع إلى أحد آخر، نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، إلى دينه وإلى منهجه. قال سبحانه وتعالى: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. لما فسقوا أنزل الله عليهم هذا الرجز، وانظر إلى هذا البلاء الذي وقع في العالم من انحرافات أخلاقية ما يتصورها الإنسان. هذا أنزل الله هذا الرجس بما كانوا يفسقون. يقول سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. آيات كثيرة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والأحاديث في ذلك كثيرة وأكثر من أن تذكر. يقول عليه الصلاة والسلام على مستوى الأشخاص، تصوروا إخواني أخواتي، يقول عليه الصلاة والسلام: ما تواد اثنان، يعني ود بين واحد والثاني، بين رجل وزوجته، بين أخ وأخيه، بين أخت وأختها، ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. الذنب يؤثر حتى على الصداقة وعلى المودة وعلى الأخوة، الذنب، صور. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام، بعض الناس يقول: طيب في ناس صالحين في المجتمع، ايش ذنبهم هؤلاء؟ إذا وقع البلاء أخذ الصالح وغير الصالح، يبعثون يوم القيامة على نياتهم كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم.
وهذا هذا هذا هذه المسألة كانت واضحة عند الصحابة وواضحة عند سلف الأمة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حينما سمع رجل، أبو هريرة يسمع رجل يقول إن الظالم لا يضر إلا نفسه، إن الظالم لا يضر إلا نفسه. قال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كذب، والذي نفسي بيده إن الحبارى لتموت هزالا من خطايا بني آدم. طائر الحبار في وكرها تموت هزالا من القحط ومن السنة ومن الجوع، والسبب قال من خطايا بني آدم. بني آدم حينما يقعون في الذنوب والمعاصي تتأثر حتى الطيور في أوكارها. بل قال مجاهد وهو إمام من أمة التفسير عند قوله سبحانه وتعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال مجاهد رحمه الله تعالى اللاعنون البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر تقول هذا من شؤم بني آدم. ذكره البغوي في تفسيره رحمه الله تعالى. البهائم تلعن عصاة بني آدم تقول هذا الذي أصابنا منهم. وكذلك جاء عن عكرمة رضي الله تعالى عنه يقول دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي. أما آخر هذه المسائل وأختم بها هذا اللقاء، وهي المسألة الثامنة، وهي أن الدعاء عدو البلاء. يا إخواني يا أخواتي، لو لم نذكر من هذه الحلقة ومن مسائلها السبع التي تقدمت إلا هذه المسألة الثامنة لكفى. الدعاء عدو البلاء، الدعاء عدو البلاء، احفظوها. كلما وقع عليك بلاء قليل أو كثير، صغير أو كبير، قل يا الله ارفعه بالدعاء، وادفعه قبل نزوله بالدعاء. دعاء الليل والنهار، دعاء الإلحاح، قد يكون ربي تبارك وتعالى يبتلي العبد ليسمع صوته. والله يا أخواني يا أخواتي، أحيانا أتفكر وأتأمل أقول والله ما وقع علي هذا البلاء وهذا الهم إلا لغفلتي عن هذا السلاح وهو سلاح المؤمن. الله يريد أن يسمع صوتنا، يريد أن يسمع أنيننا، يريد أن يسمع شكوانا. لماذا نصرف الأنين والشكوى والصوت عند فلان وفلان وفلان؟ نقول يا الله. يقول ابن القيم كلام جميل في الحقيقة، قال والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء، يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. يقول عليه الصلاة والسلام الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهل ندعو الله سبحانه وتعالى؟ دعوة لنفسي ولكم إخواني أخواتي، إذا وقع البلاء ارفع يديك قل يا الله يا الله يا الله، وأكثر من قولك يا الله، فالله سبحانه وتعالى يحب هذا الاسم. يا الله يا رب ارفع عني هذا البلاء، ارفع عنا هذا البلاء، ارفع عن أمتنا هذا البلاء. والله إني على يقين، على يقين أن في مجتمعاتنا من الصالحين والصالحات من إذا أقسم على الله أبره،
من إذا دعا الله أجابه، من إذا سأل الله أعطاه. في المجتمعات صالحون كثر وصالحات كثر. إني أذكرهم بالدعاء أن يرفع الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذا البلاء. أسأل مولى سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والرشاد والتوفيق والنجاح والفلاح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم وعن سائر المسلمين في كل مكان كل بلاء وأذى، إلى أن ألتقيكم بإذن المولى تبارك وتعالى في حلقة الأسبوع القادم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هدي رب الكون ذي الرحمات، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات، جئنا لنقطف زهرنا.